في هذا المكان وبين هذه الجموع المنتظرة للسفر جلس هذا الحاج يتفقد أوراقه بيد واحدة بعد أن أصاب الأخرى الشلل، ليصبح على موعد مع العلاج في مصر الشقيقة التي أعلنت عن فتح معبر رفح البري في كلا الاتجاهين لمدة 3 أيام بعد إغلاقه الأخير لدواع أمنية في سيناء. أنا أصبت بجلطة دماغية نتج عنها شلل نصفي، ولم أتمكن من الخروج إلى جمهورية مصر العربية لتكملة العلاج. وخلال سنة واحدة سافرت 7 مرات على المعبر وارجع دون فائدة. لم تقتصر رغبة السفر على الحاج أبو محمود، فالغايات بين هؤلاء كثيرة لكن الوجهة واحدة، فبين مريض وطالب للعلم هناك عائلات بأكملها تخشى نفاذ صلاحية إقامتها الخارجية. أنا برا عايشة برا، اللي 12 سنة برا، فكان في أمريكا، وفجأة جينا هنا زيارة، فكرنا المعبر يفتح زي ما حكوا. بنتي راح عليها الجامعة، ابني الصغير راح على الجامعة، أنا راح علي دراستي، كنت أدرس خلصت في 5، يعني ضاعت علي كل السنة اللي درستها. أنا لقيت بدي أسافر عشان مرتي مصرية واللي بنتها عمرها 20 سنة، شايف، واللي لقيت بحاول أسافر لي 18، واللي معي رقم حوالي 30,000، وجبت من اخواننا المصريين تنسيق ادوني من طريق السفاره المصريه، الحمد لله كل الشكر والاحترام لهم. حافلات كتب لها المرور، واخرى تتمنى الاستقرار لمصر الكنانه ليتسنى لها العبور. اعلان فتح معبر رفح البري لمده 3 أيام هذه المره يشكل املا كبيرا للعالقين الذين يرون بفتح الحياه لتبقى الاماني ان يستمر دون اغلاق. من امام البوابه الفلسطينيه لمعبر رفح البري، محمد ابو ناموس، الغد.